بسم الله الرحمن الرحيم. الريكورد بيز واوكلوجن ريم. الريكورد بيز هي اللي احنا اشتغلناها عندنا بالمختبر، اللي هي عبارة عن دنتشر بيز تيمبراري مؤقتا، هي مشابهة للفاينل دنتشر بيز، لكنه هذه هي الريكورد بيز، هي التيمبراري فورم، الشكل المؤقت إلها اسويها اني حتى اخلي عليها البايت ريم اللي يعني يماثل لي الاسنان، واخذ بها المجزيلا مانديبولار ريكورد اسجل بها القراءات من البيشنت. هاي الدنتشر بيز او الريكورد بيز لها فد ريكويرمنت، بها فد شروط لازم تتوفر بها. اول شيء ماست هاف ريجيديتي، يعني ما اريدها بريتل بحيث واني قاعده اشتغل بها طق بايدي، اريد بها نوع من الصلابه. اريد ماست هاف اكيورسي اند ستابيليتي، لما اخليها بالبيشنت ماوث تكون ستيبل مو تتحرك، اذا كان بها حركه ما راح اقدر اني اقيس العلاقه المكزيلا والماندبل، وبالتالي يطلع الدنتشر مالتي خاطئ. البوردر شود بي ديفلوبد ان ذا سيم مانر از بوردر اوف فينيش دنتشر، الحافات مالتها بالضبط هي حافات الدنتشر بيز مالت الفاينل دنتشر. كل السيرفس اللي هي بولش سيرفس راح تكون كونتاكت ويا الليب ويا التشيك ويا التانج، لازم تكون سموث وراوند وبولشت، ما اريدها تعور البيشنت، اي فد شي حاد شارب موجود بيها يتعور البيشنت راح يصير عنده ردة فعل ما يخليك تكمل الشغل وياه. كريست الليبيال وبكل سلوبس شود بي ثين تو بروفايد سبيس فور ثين فور تيث ارينجمنت، الثيكنس مالتها اني اريده ايفن ثيكنس اول اراوند، لكنه مكان الكريست اوف ذا ريج اريد يكون الثيكنس مالت الاكريليك هناي اقل من الثيكنس بباقي المناطق. ليش؟ انه هاي المنطقه انا راح اجيب اخلي فوقها اسنان واضيف الاتاتشمنت الاسنان بالريكورد او بالهذي البريكورد بيز، المفروض يكون الاتصال بيناتهم باكريليك، فراح يصير طبقه الاكريليك الثيكنس مالتها هنا بهاي المنطقه اكثر من باقي المناطق. لذلك انا من البدايه احسب حسابي الكريست اوف ريكورد بيز باقي المناطق. نستعملها هاي البايترم حتى اسجل بيها او سوري الريكورد بيز حتى اسجل بيها اني المجزيلو مانديبولار ريليشن شيب، علاقه المريض علاقه المجزيلا بالماندبل مالت المريض. واتفقنا احنا لوش نسوي هاي الخطوه، لانه فتشي صعب ممكن اصلا مستحيل انه انا اخلي الريكورد بيز بحلق البيشنت واقعد ارتب الاسنان بحلقه. لذلك اتفقنا لازم ناخذ الريليشن شيب العلاقه ما بين الابر واللور ونطلعها للارتكليتر خارج الماوث ونشتغل عليها. فحتى اقدر اكمل الشغل مالتي اوتسايد البيشنت ماوث وبصوره دقيقه، انا احتاج انه الريكورد بيز ما تكون ريجيد وتكون ستيبل مثل ما اتفقنا وما بها اي حركة، لازم ما تسمح لي اي يعني موبيلتي اي حركة اي موبيلتي على انسايد البيشنت ماوث وانسايد وعلى الارتكليتر، ما بها اي حركة لازم تكون ستيبل. زين موفابيلتي اوف ريكورد بيزز يعني انت بسهوله راح تشيلها بايدك وترجعها. السموثنس اوف ذا بولش سيرفيس قد ما كانت سموث وانت تفنشها بطريقه حلوه مريحه للبيشنت راح تقدر تكمل العلاقه مكزيلو مانديبولار من عنده وتاخذ القراءات من عنده بصوره دقيقه. زين وكل ما ايضا كانت مريحه اكثر للبيشنت كل ما لما يلبسها كل ما راح يحرك العضلات مالت الفك براحه اكثر وينطيك القراءات صحيحه للموفمنت مالت الجوز. ارجع هسه على الماتيريال اللي ممكن اني اسوي من عندها البايترم مالتي. ممكن اني استعمل ممكن الريكورد بيز مالتي هي نفسها بعدين تصير دنتشر بيز، ممكن من البدايه تستمر وياي، وممكن لا هي تكون تمبراري ديسكارد اند ديسبليس باي دنتشر، يعني انا بعدين اذبها. ايش وقت اذبها؟ اسويها من البدايه على الفاينل امبريشن مالتي، ارتب عليها الاسنان، اكمل اخذ بها الجو ريليشن، اوصل الى التراي اندنتشر اشيكها كلها عليها، وبعدين اني ديسكاردد يعني اذبها وتتعود تشربيز ماتيريال.
تتعوض بعدين فقط هي هذه الريكورد بيس تتعوض بمادة الفاينل، المادة اللي راح تبقى عند المريض يستخدمها دائما. فلذلك هاي سميتها اني تيمبراري، هذه مؤقتة. المواد اللي ممكن اني اسوي من عندها التيمبراري ريكورد بيس ممكن من مادة الشلك، شلك بيس بليت او ري انفورس شلك بيس بليت. الشلك بيس بليت هذه مادة تجينا على شكل شرائح وتكون بريتل، يعني اكو احتمال توقع من ايدك بالقاع تنكسر. فشنو قالوا؟ قالوا احنا ممكن نسوي لها ري انفورسمنت. الري انفورسمنت اكو طريق، واحدة من الطرق انه يدخلون سيم واير معدني يتدخل بيها، يعني كأنما انت مدخل شيش البناء بالحائط هيك شي فيقوي لك البناء مالتك من الدخلة بالطابق. هاي نفس الفكرة، اجيب سلك معدني ادخله بالشلك بيز فراح يقويها ينطيها نوع من الصلابة. ممكن اني اصنعها من كولد كيور اكريليك، ممكن من اللايت كيور اكريليك مثل ما انتم سويتوها، مثل ممكن من الفوكيوم فينير اند بولي ايستر اللي هي تجيني الشرائح اخليها شفافة هاي الشريحة، اخليها بالايفوميت، جهاز الايفوميت اللي هو ضغط وحرارة يكبسها على الدنش على الكاست مالتي. ممكن من البيز بليت، ليش؟ لانه هو واكس صعد طلع نزل هو يظل واكس، يعني شنو يعني ما بيرجلتي ولا بي دايمنشنال ستابلتي. ليش؟ لانه درجة الانصهار مالته ناطية واطئة. ممكن بالماوث تيمبرتشر يصير فلو فتتغير، او حتى لو بس شوية على حرارة الفم مالت البيشنت فتتغير الابعاد من عنده. هذه مثل ما سميتها اني تيمبراري ريكورد بيس. ليش قلنا تيمبراري؟ لانه بعدين راح اعوضها بالمادة النهائية للدنتشر بيس. عندي البيرمننت ريكورد بيس. البيرمننت هي الدائمة، انا ما راح اذبها وعدين، هي نفسها ابدي بيها اخذ جوريليشن اخلي عليها الاسنان واسوي بيها تراين، وبعدين نفسها تدخل فرن حراري وينكبس عليها الاسنان. اسوي من عندها البيرمننت ريكورد بيز ممكن تكون هيت كيور اكريليك ريزن او جولد كروميوم كوبالت الوي وكروميوم نيكل الوي. هذه المواد كلها رجل ومواد تتحمل الحرارة من تدخل بالفرن مارتلخ على مود تتخلى عليها الأسنان، ومواد قوية صلدة أصلا هي. زين، هاي بالنسبة للأكلوجن ريم، واتفقنا شنو هي معنات الأكلوجن ريم. وسوري قصدي هذه الريكورد بيز. زين، أنا الريكورد بيز سويتها قلنا حتى تشابه لي الدنشر بيز بعدين، وأخلي عليه أخذ بها الجوريليشن. زين، انا اريد بعد فتشي يشابه الاسنان، نفس ارتفاع الاسنان، نفس عرض الاسنان، حتى اخذ بيه جوريليشن من المريض، حتى اشوف هذا الارتفاع كافي او لا، هذا العرض كافي او لا، اشوف العلاقة ما بين الابر واللور جوز. فشي اسمه البايترن او ريكورد بايت يسمونه ريكورد بايترن. البايترن هو عبارة عن شمع اخليه فوق الريكورد، فوق البيز، فالريكورد بيز مالتي. الهدف من عنده انه اخذ بي ماكسيلو مانديبولار ريليشن شيب حلوه، واسجل عليه او اعوضه بالاسنان، فهو راح ينطيني ابعاد الاسنان اللي مفروض استعملها طولها. فايضا يسمونه هم الاوكلوجن ريم لانه راح يصير بي هذا الاوكلوجن. شنو الريكويرمنت للاوكلوجن ريماتي؟ المكان الاوكلوجن احنا غالبا نصنعه من الشمع، نخليه على الريكورد بيز. فمكان اللي اخلي بيه اني البايترم لازم يكون بالضبط هو المكان النهائي، وين المفروض تكون الاسنان انا راح اخلي بمكانها الشمع. ولازم يكون الاتاتشمنت مالته ويا الدنتشر بيز قويه، سكيورلي اتاتش، مو اني اذا اخذ الجوريليشن وتنفصل عن الدنتشر بيز. زين، السيرفس مالتها الاوكلوزال سيرفس يصير كونتاكت ويا الاوبوزيت اوكلوجن ريم، هات سيرفس وسموث سيرفس.
الكونتاكت الكونتور يعني اتصالها باللبس والتشيك والتانج، لازم أنا أسوي لها كونتور بحيث تمشي بتتماشى مع الاناتومي مالت هذه الفايتال ستراكتشرز أو اللبس والتشيك والتانج، وتتحرك فريلي لما البيشنت يتحرك، سوري البيشنت يتحرك فريلي من هو لابسها، يعني مو تعيق حركة اللبس أو التشيك أو التانج. وكل السرف لازم تكون مالتها سموث، لأنه راح أخليها بالبيشنت ماوث، واتفقنا أي مصدر للألم لا تخلي أنت بالبيشنت ماوث وديسكومفورت ما راح يخليك وتأخذ قراءات صحيحة. شنو هي المواد اللي أنا ممكن أصنع من عندها الأكلوجن ريم؟ أكثر شيء إحنا نستعمل الواكس اللي هو الشمع، البايت بلوكس واكس ريدي ميد أكلوجن ريم جاهزة تجيني على شكل هورس شو شيب، مجرد اجيبها واخليها على البايتر مات على الاكلوجن ريم، او البارافين واكس او بيز بليت واكس الشيت نفسها اللي عندنا بالمختبر اني الفها اللي هي هاند ميد اكلوجن ريم، اني اسويها بايدي. زين ممكن اني استعمل الموديلينج كومباوند، موديلينج كومباوند احيانا اني استعمله، مثل ما اتفقنا اني الشمع اكثر شيء اني استعمله لانه الأسهل إلي بالتعامل. هذا الشمع اللي أنا راح أجيبه وأخلي على الريكورد بيز ما راح أخليه اعتباطا، عندي فد أبعاد معينة أنا لازم أمشي عليها، هذه الأبعاد هي تقريبية ما تطلع فت للبيشنت 100%، بعدين أنا بالبيشنت ماوث أقعد أعدل عليها، أعدل بالارتفاع مالتها شوية بالبوزيشن مالتها، لكن أنا بالبداية قبل ما أبدي أشتغل أخليها بالموقع اللي هو الأيديال، وبالأبعاد اللي هي الأيديال أخليها على الريكورد بيز مالتي. زين بالنسبة للمجزيلاري ريم لازم تكون سلايت ليبيال انكلينيشن، لأنه أنت تعرفون الأسنان الأمامية لها جمال حتى تنطي جمالية شوية انكلينيشن، يعني شوية طالعة باتجاه الأبر ليب تنطيني إسناد حلو للأبر ليب. فالمجزيلاري ليبيال سيرفيس شود بي 7 ملم انتيريور تو ذا لاين بايسكتنج الانسيسيف بابيلا، انا ارسم الانسيسيف بابيلا موجوده على الدنتشر مالتي، هنا موجوده بالصوره هاي الانسيسيف بابيلا، هذا ابر كاست وهذه الانسيسيف بابيلا هنا. زين اكو خط الميد لاين اللي يقسم لي الكاست الى يمين ويسار، اني امشي احسب من الانسيسيف بابيلا 7 مليم ليبيالي باتجاه الانتيريور، واخلي لي خط هنا، هذا هو المفروض يكون عندي نهايه او الليبيال سيرفيس مالت الابر تيث. زين الفاينل واكس ريم شود بي 4 مليم وايد انتيريورلي اند جراديوالي بيكم وايدر بوستيريور تو ميجر 7 مليم. العرض ما تشوفونه انتو هذا اللون احمر هو البايترم، وهذه الريكورد بلوك الريكورد بيز، هذه ريكورد بيز وهذا بايترم، الورديه ريكورد بيز الحمراء بايترم. شوفوا العرض مالتها انتيريرلي يكون 4 ملم، لانه انا عندي انتيرير تيث انسايزل ايج، فما احتاج تكنس قوي هنا، العرض قوي، فالعرض مالتها راح يبدي يزيد ويتدرج باتجاه الخلف بوستيريرلي الى ان اجي اقيسها، طبعا قياساتي انا بالمسطره، بوستيريرلي تكون المفروض 7 ملم. زين فهاي العرض مالتها should be directly over the crest of residual ridge، اني اجي الزم البايترم مالتك الزمها، ولازم تكون بالضبط فوق الكريست اوف ذا ريدج، ما يصير داخله بكالي ولا طالعه داخله بليتالي ولا طالعه بكالي. زين بالنسبة للارتفاع مالتها انتيريرلي من الليبيال سيرفيس لازم تكون، لما اجي اقيس المسافة من الفلانج من الدنتشر بوردر هذه من البكال فلانج الى او من الليبيال فلانج من هنا لحد الحافة الاكلوجن ريم، الحافة مالت الاكلوجن ريم لازم تكون هذه 22 مليم، وبوستيريرلي من البكال فلانج لحد البايترم هنا لازم تكون عندي 18، فهذا ايضا مثل ما اتفقنا نقيسها بالمسطره مالتي، اجين الابعاد مال البايترم انتيرير للعرض مالتها 4، بوستيرير للعرض 7، الزياده تدريجيه بالعرض تعرض تدريجيا باتجاه التيوبروستي، الارتفاعات ليبيالي بالليبيال فلانج تكون 22 ملم،
وبوستيريرلي بالبكالفلانج تكون 18 ملي. هذه القياسات انتوا راح تشتغلونها بالمختبر ونحن نقيسها بالمسطرة حتى نتأكد من شغلك صحيح او خاطئ. هاي بالنسبة للمجزلة. بالنسبة للمانديبولار اوكلوجن ريم لازم ايضا اخليها على الكريست اوف درج، ما يصير ادخلها لينجولي لانه راح تعيق حركة اللسان، فلازم اني بالضبط اخليها على الكريست اوف درج تكون 18 ملي فروم ذا ليبيال فلانج. الارتفاع مالتها ليبيالي يكون 18 ملي، العرض مالتها انتيريرلي 4 ملي وبوستيريرلي يزيد مثل ابر الى ان يوصل لل 17 ملي. وهذا الشكل مالتها هي باللور. الريكورد بيز لونها ابيض وردي، والبايترم اللي لونه احمر عرضها انتيريرلي 4، وتبدي تعرض بالتدريج لحد الريترومولار باد اريا تكون 7 ملم، والارتفاع مالتها انتيريرلي راح تكون بالليبيال فلانج 18 ملم. هذا الارتفاع من اقيسه، والارتفاع مالتها يبدي يقل بالتدريج الى ان يوصل للنهايه ريترومولار باد اريا بوستيريور اللي هناي ويا حافة الدنشر بيز او الريكورد بيز صفر، يعني هنا الارتفاع يكون صفر. شوفوا بدأت تتدرج الى ان وصلت بالنهاية انتهت ويا حافة الدنشر بيز. ومثل ما اتفقنا هذه الابعاد بالابر واللور هي الايديال اني اسويها بالبايترم ماتي، لكن بالبيشنت ماوث راح تكون عندي قراءات اخرى اعتمد عليها اني واعدل البايترم، لكنه احنا نجهزها على هذه الابعاد ونجهزها تكون جاهزة عندي، بعدين يجي البيشنت اخليها بالبيشنت ماوث واكون او ابدي اعدل عليها. زين، عندي يعني بعد كم anatomical landmark أو guides to aid in the determining the proper contouring of anterior section of proper upper and lower occlusion rim. عندي فد anatomical landmark تفيدني بالsetting of teeth، تفيدني بالبايترم مالتي، بالعدل عليها البايترم. هذا anatomical landmark عندي أول واحد nasolabial sulcus اللي هو هذا، جاي من النوز النيزو ليبيال سلكس من النوز باتجاه اللب، نيزو منتال سلكس من سوري منتو ليبيال سلكس من المنتم اللي هذه الى الليبيال لور بوردر اوف ذا لور ليب، هذا الليبيال سلكس منتو ليبيال سلكس. عندي الفلترم اوف ذا ليب، هذه الفلترم، والكوميشر اوف ذا ليب، الكوميشر هذا of the lip اللي هنا أنا صاير. هي هذه anatomical landmark تفيدني لما أنا أرد أسوي ال record أو أرتب ال bite مالتي. هنا أنا anatomically أوضح الصير عندنا nasolabial sulcus والكوميشر of the lip وهذه الفلترم والمنتو الكوميشر. طبعا الصير ال سوري خلي أعدل بس على الصورة. الكوميشر اوف ذا ليب هذه الفلترم اللي نازلة من النوز لحد الليب، هاي المنطقة اللي هناية، وهذا المنتوليبيال سلكس. هذه اناتوميكال لاند مارك المفروض أن من أخلي البايترم بالبيشنت ماوث ويبتسم ويسوي حركات، هذه الاناتوميكال شكلها طبيعي، فأتأكد أنه أني الشغل مالت يعني البايترم مالتي اوكي ومرتبة بصورة صحيحة وملائمة لهذا البيشنت. كاستعمالات للأوكلوجن ريم شنو استعملها اني؟ indetermination of jaw relation which include اني اول شي راح تفيدني بالجو ريليشن، زين تفيدني احدد عليها الفيرتيكال دايمنشن يعني شقد ارتفاع الاسنان اللي راح استعملها، احدد عليها السنتريك اند اكسنتريك جو ريليشن وراح نعرفها هذه شنو معناتها بالمحاضره الجايه. سنتريك واكسنتريك هي العلاقه ما بين الفك الاعلى والفك الاسفل. تفيدني ايضا بسلكشن اوف تيث، انا راح اختار على اساسها راح اختار الاسنان مالتي لان انا مضبطتها بالبيشنت ماوث، ابو المختبر ما راح يعرف
حجم الأسنان، ما راح يعرف شكل الرج، ما راح كل شيء، ما راح يعرف، راح تجي بس البايترم عليها السوري البيز عليها بايترم. أنا البايترم مرتبته بالبيشنت ماوث حسب ما هو يحتاجه للأسنان، مكانها، عرضها، ارتفاعها، زين، فهو راح يسهل عليه هواية إنه يختار الأسنان. راح يعرف الميدلاين، المكان والميدلاين مات الأسنان، راح نعرف نحدد عليها الكناين لاين أو الكسبد إمينانس، إحنا اتفقنا هاي بالأناتوميكال لاند مارك أخذناها، أحددها على البايترم تصير بسهولة يقدر يعرف المكان اللي راح يخلي بيه الكناين وين موجود. Width of 6 anterior teeth equal distance between two canine lines. زين أنا عرفت وين الكناين لاين مالت البيشنت اليمين واليسار، أجي أحسب المسافة بين هذول الخطين اللي خليتهم على البايترم، وهذه المسافة راح تنطيني العرض مالت 6 anterior teeth، فتساعدني تسهل علي اختيار حجم الأسنان اللي راح أختارها. أيضا posterior teeth راح أقدر أعرف الحجم الأسنان اللي ممكن أستفاد أستعملها أنا، عرض الأسنان تكون مساوية للمسافة ما بين الكناين لاين اللي أنا اختاريته والنهاية الواكسنم بوستيريال للنهاية مالتها الخلفية. زين ارتفاع الأسنان أيضا أنا راح أقدر أحددها على البايترم، أرسم عليها لاين أو سمايلينج لاين، البيشنت نخليه يبتسم ابتسامة خفيفة وأرسم خط هذا البايترم هنا، أخلي البيشنت يبتسم ابتسامة خفيفة، هذا اللاين هنا هو السمايلينج لاين أو اللي يسمونه الهايلب لاين، لأنه المريض الإنسان من يبتسم الأبر ريب راح تصعد، فأخليه يبتسم ابتسامة خفيفة وأأشر الخط مالت الابتسامة الهاي لاين هايلب لاين. هذه حتى تفيدني شنو؟ بفادتني لما أجي أسوي الأرنجمنت أوف تيث السيرفايكال أريا أخليها المفروض أعلى من هذا الخط، يعني إذا ابتسم المريض يطلع لي بس الأسنان، ما يطلع اتصال الأسنان ويا البيز هنا، لأنه هيك ينطيني ناحية جمالية أكثر. زين وأيضا عندي هذا اللولب لاين لمن هو المريض في حالة ريست مرتاح، لازم اكو هنا اكو 2 ملي من البايترم طالعه بلون ريستنج ابر ليب. زين هذه للناحيه الجماليه انه مليمين تطلع جوا اطول من الابر ليب. نحاول داون بها بالسيتنج اوف تيث لانه راح تنطيني شكل جمالي اكثر للبيشنت. بالنسبه للور ليب لاين او يسمونه السبيكينج لاين او الريلاكس ليب لاين لمن هو ريلاكس او لمن يحكي، هو ايضا نرسمه على البايترم لمن البيشنت مسترخي مرخي الشفه مالته، وايضا لازم يكون يعني او هاي سوري اللولب لاين، هذا اللولب لاين لهذا مثل ما يعني ذكرنا قبل شويه انه البيشنت يرخي شفته، فيكون عندي 2 ملم باردة بلون الأبر ليب. هذه الحالة تصير عندي in most cases يعني أغلب الحالات، لكن أكو استثناءات بالموضوع، أكو مرضى يجوني عندهم اللبس مالتهم كلش كبيرة ونازلة فوق هذا الخط، فما تبين الانسايزال ايج مالت هذا البيشنت أصلا من قبل من هو كانت عنده أسنان. أكو بيشنت اللب مالتهم أصغر أسنانهم أكبر، فتكون اكثر من 2 ملم طالعه بلور ريستنج ابر ليب. هذه اناتوميكال فاريشن، لكن عند اغلب الناس احنا نحاول نسوي 2 ملم بارده باللور ريستنج ابر ليب، ينطيني جمال اكثر للمريض مالتي. زين هسه فادتني بشنو؟ فادتني باختيار الاسنان، تفيدني ايضا بالسيتنج اوف تيث، انا راح ارتب الاسنان عليها، انا مخليتها على الكريست اوف ذا ريدج، اذا الاسنان مالتي راح تجي على الكريست اوف ذا ريدج، محددة العرض مالتها ايش قد يحتاجه هذا البيشنت، مطيتها مزيدة الثكنس او مقللتها حسب السبورت بالتشيك واللبس، فعرفت المكان مالتها باكولينجوالي وليبيو لينجوالي ايش قد راح تصير، فحددت لي البوزيشن بالضبط مالت الاسنان. orientation of the occlusal plane، ممكن يكون هذا المصطلح هسه مبهم عليكم، الأوكلوزال بلين احنا عرفنا انه هو سطح الاطباق،
سطح الاطباقه مالت المريض لازم اني اكون اخذ العلاقه مالته يكون موازيه للبيز اوف سكال، يعني اخذ العلاقه ما بين الاوكلوزال سيرفيس ما بين البيز اوف سكال اوف هذا البيشنت. منو اللي يسهل العلاقه؟ هو البايترن. زين تحدد لي شكل الارش، الارش مالتي متفقين اكو اوفر واكو في شيب واكو سكوير. البايترم اللي راح يمشي على الكريست اوف درج هو اللي يحدد لي شكل الارتش، وايضا تعطيني سبورت للمسكولر للفيشل مسكوليتشر للمسلز مالت الفيس، لانه احنا اتفقنا لما البيشنت يقلع اسنانه راح السبورتينج بون الالفيولار بون يصير بي ريزوربشن، اللبس والتشيك ما بيها سبورت يصير بيها سينكينج مثل التغطس، البيشنت يصير عنده رينكلز يصير كم اورالي داير مداير وجهه. فهاي المصل لمن أنا أنطيها سبورت من الداخل بواسطة البايترن راح تنطيني شكل جمالي وتشتغل حتى الشغل مالتها يكون أفضل لمن هي إلها سبورت. زين هاي بالنسبة للبايترن والريكورد. زين هسه احنا اتفقنا انه اكو فد أبعاد ثابتة للبايترن مالتي، الطول والعرض على اساسها رتبت الشمع على الريكورد بيز، صارت عندي البايترن. البايترن راح احطها بالبيشنت ماوث واسجل القراءات اللي اريدها من هذا المريض حتى تسهل علي شلون اسوي سيتنج اوف تيث. اكو فد شغله عندي اسمها الاوكلوزال بلين او بالعربي سطح الاطباقه. سطح الاطباقه هو مو فد شيء يعني انت، هو خط تخيلي ايماجيناري لاين، ما راح اشوفه انت او هو سطح تخيلي بشوفه انت بعينك، لكنه هذا السطح يلامس لك الانسايزال ايج مالت اللور تيث مالت الانتيريور تيث والاوكلوزال سيرفيس مالت البوستيريور تيث. تخيلوها انتو كرتون او ورقة تلامس سطح الاسنان، اذا جربنا وخليناها ملامسة للاسنان مالتنا راح نشوفها مو خط عدل، لا هي صايرة على شكل كيرفيتشر، لانه الاسنان مرتبة بالبيشنت بفم الانسان الطبيعي على شكل كيرفيتشر، كيرفيتشرز اكثر من كيرفيتشر راح نتعلمها بالمستقبل. فمعدل هذه او متوسط هذه الكيرفيتشرز يطلعني الاوكلوزال بلين، فاقول عليه هو ايماجيناري سيرفيس سطح تخيلي related anatomically to the cranium. من احنا نسوي له ناخذ نسجله in relation to the base of skull. زين اسجله بالنسبه اخذه اقول هذا الخط عمودي او موازي بالنسبه للبيز اوف سكال، مرجعي الكرانيوم مالت البيشنت. عمليا هو يصير اتاتش يلامس لي الانسايزال ايج مالت الانتيريور تيث والتب اوف ذا اوكلودينج سيرفيسز مال التب مال الكاسبات مال البوستيريور تيث. ارتفاع الكلوزال بلين مثل ما ذكرنا قبل شويه مستواها الكلوزال بلين بالنسبه للابر بالنسبه للمكسيلري ارتش لازم يكون مستوى الكلوزال بلين او سطح الاطباق مال الاسنان مليم الى مليمين جوا الريستنج ابر ليب، يعني المريض قاعد وريلاكس اكو تقريبا 2 مليم شمع طالعة من الأبر ليب طالعة جواها، واتفقنا أنه هذا فد شيء بأناتوميكال فاريشن ممكن أن تقريبا 90% من الناس إحنا نسويها 1 إلى 2 ملم، أكو نسبة راح تجي ما أقدر لأنه عمره أو شكل اللبس مالته ما أقدر أطبق هذا القانون عدوها، لازم أني أطبقها بالنسبة للبيشنت بهذه الأبعاد. لكن مثل ما اتفقنا ما اضللح بالموضوع، اذا اجانا البيشنت عنده هاي ليب لاين عنده هاي لونج ليب الشفه مالته اصلا من خلقة رب العالمين شفته كبيره. زين فهذا الاوكلوجال بلين سطح مستوى الاطباق مالتي راح يكون ايج تو ايج ويا الاسنان، ماكو فد اسنان باكس طالع جوا الريستنج ابر ليب. واذا كان هو بالعكس شورت ليب الليب مالته قصيره ما اخليها ما اطول البايترم يعني ما اقصر البايترم وياها. زين احاول انه ما اخلي اكثر من 3 ملم او ما من الاسنان اقصر قدر الامكان من البايترم مالتي حتى ما يطلع كميه من الشمع هواي، لانهم
كمية شمعة هواية تطلع معناتها كمية أسنان هواية، والأبيرنس راح المات البيشنت يصير ما حلو. فأني البايت رماتي كارتفاع الكروزال بلين أفضل شيء إنه أحدده بالبيشنت ماوث حسب حاجة المريض نفسه. يعني عندي أني أناتوميكال لاند مارك، عندي فد جايد إليه حتى أعرف الكروزال بلين ماتي مضبوط شغلي أو ما مضبوط. انت الشمع خليته على اللي هو بايترم، خليته على الريكورد بيز، نيجي نخليه بالبيشنت ماوث. المفروض اني لما اخلي مسطره تلامس لي الانسايزل ايج مات الانتيرير تيث والاوكلوزال سيرفيس مات او الكاسب تيب مات البوستيرير تيث، لما اخلي المسطره اللي هي هذه اللي لونها اسود، هذه المسطره تلامس هذا السطح زين، من اجي اخلي مسطره ثانيه اللي هي الا تريغاس من الالا اوف ذا نوز للتريغاس اوف ذا اير، هاي مسطره ثانيه. المفروض هذول الخطين يكونون متوازيات زين، هذول الخطين يكونون متوازيات، هذه المفروض عندي زين. فهاي عرفت انه انا شغلي اذا كانوا هذول الخطين ما متوازيات اظل اضيف واقلل من الشمع بوستيريرلي انتيريرلي، اعدل بدون ما اخرب العلاقه مع التوم الليم بلور ريستينج ابر ليم الى ان تكون عندي علاقه مضبوطه زين. اكو في جهاز عندي يساعدني او اداه هي مسطره بمكان ما اجي اخلي المساطر مالتي اني على البيشنت مثل هسه شفناها حتى اعرف انه بارلل لللاين الريتريجس لاين لو مو بارلل، اجيب هاي المسطره الخاصه عندي يسمونها فوكس بايت او فوكس بلين جايد زين. هي أداة استعملها أشيك الباراليزم آني مات البايترم الواكس ويا اللاين اللي هو الجايد إليه اللي هو الاتريغاس لاين، وعندي انتيريرلي انتربيوبولاري لاين نفس هذاك الاتريغاس لاين انتيريرلي عندي انتربيوبولاري لاين زين. هذا البيشنت ماتي أجي أقعده أبرايت بوزيشن، هذا أقعده بحيث يعني مستوى الوجه مالته او الكلوزر بلين تكون موازيه للسطح للفلور اوف مالت الغرفه اللي قاعد بيها. اقول له باوع علي، يباوع لي باوع انا مباوع مستقيم، اجيب مسطره او اتخيل انه اكو خط انتر بيوبولاري لاين ينصف التو بيوبلز اوف ذا اي مالت البيشنت، البس البايترن واخلي مسطره او اخلي الاداة مالتي هسه راح اشوفكم شكلها، يعض عليها البيشنت فراح يصير عندي هذا الخط انتيريرلي المفروض يكون موازي للالتريغاس لاين زين. لما اباوع له بوستيريرلي الخط مالت او كروزال بلين مستوى الاطباق للاسنان بوستيريرلي لازم يكون موازي لللاين اللي ذكرناه قبل شوي اللي هو الالتريغاس لاين، يسمونه كامبرز لاين نفس الالتريغاس لاين اللي هو الكامبرز لاين زين. فمن يصيرون عندي هذه الخطوط متوازيات اعرف انه اني او الاطباق مالتي او الاكلوزال بلين يكون صحيح. هذا هو الاداه الفوكس بايت اللي راح استعملها، هذه من انا البايت المريض راح يعض عليها زين يعض. فمن اباوع له من اللي قدام راح اشوف هذا الخط اللي هو المسطره اللي شفناه قبل شويه المفروض يكون موازي للالتريغاس للانتربيوبولاري لاين، ومن اباوع له بوستيريرلي اشوف هذا الخط اللي هو هذا هنا لازم يكون هذا الخط اللي هنا هذا موازي للكلوزال بلين هذا الخط سوري طلع لي موازي للكامبر لاين اللي هو الاتريغاس لاين. هذا هو عندي الفوكس بايت زين، هاي طريقة استعمال الفوكس بايت. طبعا تجي ويا مسطرة صغيرونة بعد، شوفوا خليته بالبيشنت ماوث، خليت المريض ان شاء الله راح نشوفها بالمختبر، خليت المريض يعض عليه او خليته اني سندته على البايترم الابر، فهسه صار ملامس لشنو للانسايزل ايج مالت الابر انتيرير والكاسب تيب مالت الابر بوستيرير تيث. ساندته اني هذا الجزء اللي راح يصير بالبيشنت ماوث، فراح تبقى هذا اجزاء خارج البيشنت ماوث. الجزء اجيب المسطره الثانيه مالتي اخليها بتوين على الخط اللي هو ينصف لي البيوبلز اوف ذا اي، المفروض هذا الخط انتيريرلي موازي للانتربيوبولاري لاين.
اذا صار بي ميلان مثلا هاي الصفحة نازل هاي الصفحة صاعد معناتها البايت روم مالتك مو عدل طالعة، ونحمي الواكس مالتنا واكس نايف ونقصه الى ان نسوي خط عدل. اجي بوستيريرلي اباوع للبيشنت من الصفحة، شوفوا هذا الجزء داخل بالبيشنت ماوث ومساندته اني على البايت روم الابر، تبقى عندي هاي المسطرة اكسترا اورالي، اجي اخلي مسطرة ثانية من الالا اوف ذا نوز الى حد الابر بارت تريجس اوف ذا اير اللي هو الكامبر لاين. المفروض هذول الخطين يكونون متوازيات، مو متوازيات معناه اني شغل الشمع مالتي خطا، اضيف واقلل عليه الى ان احصل خطين متوازيات. زين هاي الطريقة شلون راح نشوفها بالمختبر بصورة أوضح. أكو هي الريدي ميد جايتني بايترم شمع على شكل هورس شو شيب، أو إذا ماكو ما لقينا من عندها ممكن نجيب إحنا نفس هالشمع مالتنا البيز بليت واكس، أحمي وألفه على شكل هاي الأسطوانة، بعدين أخلي على الكريست أوف ذا رج بالضبط، وباستعمال واكس نايف مالتي أسخنها وأعدل الحافات، أسوي اتاتشمنت مضبوطة على البايتر على الريكورد بيز على الأكريليك، مو بسرعة تنشل تفصل من عنده، لازم أني أسويها ثابتة قوية عليها، وأجي نوب أضبط الأبعاد اللي أخذناها قبل شوية. زين هاي الأبعاد، هاي بالنسبة للمجزل لشان أضبط الأبعاد مالتي. عندي هذه النايف احميها، هاي احصل منها شوفوا الاكلوزال بلين مالتي شلون عدله، اريد الشغل مالتكم نفس الشيء هيك اكلوزال بلين عدل، الخط مالت البايترم يكون عدل، من نخليه على فد سطح مستوي ما اشوف فراغات، اشوفه جاي بالضبط على هذا السطح. هاي الابعاد مالتي اجي نقيسها بالمسطره، المفروض هنا 22 مثل ما اتفقنا، هنا 18، هنا 4، هنا 7 بوستيريور، اللي المفروض الابعاد مالتي نفس ما متفقين عليها، والمفروض داير مداير يكون كليته سموث حتى لما اخذ ريليشن للبيشنت ما اسوي له اي اذى، وتكون كومفورتبل له حتى اخذ الجو ريليشن بحريه ما يعيقني وما يعطي شغل مالتي.